عامر بن سرحبيل المعروف بالشعبي. كان الشعبي واسع العلم عظيم الحلم وإنه من الإسلام بمكان، قاله الحسن البصري. كان الشعبي إنك شعبي ليراد وحو هذا واسع العلم إن علمي واسع وياه عظيم الحلم دلقات كيسون وياه وإنه أصغ من الإسلام إسلام كحقيسة بمكان ميل وين بوكا جوغا اسلام كنغاس هاي ايوكا جوغيو حسن بصري ايا سيدا يروي زمن هاي لست سنوات لحسن خلت تكتي من خلافة الفاروق خدوان الله عليه خلافة دي يعني سيد عمر مركة يعني لحسن اي تكتي يا ولد للمسلمين مسلمين تو حالورد علي مولود عنق بالورد علي ويل بالورد علي نحيل الجسم ضئيل الجرم عنق جركي سو يريهي نحيل الجسم واي ضئيل الجرم وهدنا يعني آد أجل يرى طوبا أياد شيء واي ذلك يعني جسم غير يضعف نمضاتنا وحكينا لأن أخاه ولالكي وعنق متانك الله هاي لأن أخاه ولالكي زاحمه على رحم أمه ولالكي أو يعني متان الله هاي علوش اسكول الجرين باوحو كعدي على رحم أمه بكعدي فلم يدعو موسى تجله واسقا مجالا فرصت بو موسى إن للنمو إنو زيادة ويعرقس والله أنا عن مدة لا إذا مركي مطعمها يهين مد كان الوجي في بال إذا رسمة مد بعض ضعيف الله والله وين مركا ولا الكيسبا يعني ككل ريو كجي فيو مركا كاسبا يعني مرنا بمج يعني فرصة بس ينم بينو عنو غير كرة أو حلا وزيادة وين لكنه ويل كسرها هالنقطة ويعني لو أنا مطعمها مد كي يعني جل كيراء وعاد كوجسم كيراء لوبناها هذا لم يستدع موسى أود المتك ولا الكيسها أوركه يدي كعدي بعد ذلك مركي بناك أصاب بحان البشان أن يزاحمه إنه كعدي ليه آيه لا هو أسقى وكيمة أنك الله ولا الكيها ولا غيره غير كي أو يعني ولشك لعنة في مجالات العلم علم ومجالات كيسة لك وحكو قارواله نكت وكعدي ليه يو الحلم دلقاتك يو الحفظ حفظ قوائد فهم بدنانته يو الفهم فهم الدين تلا فهم سرعة الفهم يو العبقرية الرجولة يرغني مضوان أكو عريري والواي علاش أمبو كو عريري لكن فنان كمر كو يمد صفات كاسينو كو يعني كو قارة وال يعني والقي هو يعني كو كلام متان كاو أصلا إسكت دافع تارجع كله أيو كديرين كان ذلكم عنو جيناز هو عامر بن شرحبيل وي عامر بن صرحبيل الحميري ريح حميري لو نسبة المعروف الوية قاني بشعبي شعبي بالوية قاني نابقة المسلمين في عصره بوها من شاعره هادو عجب مثل النابقة وكالتاء وهي في عصره زمن كي سواي نكاملها ولد شعبي والد علي في الكوفة وكل شيء يعني ذلك عراق وكل شيء مقال هذا كوفة اللي يرادو وفيها في الكوفة والنشاء كبر باري لكن المدينة المنورة مقالة المدينة هذه النور كبضني كانت وحي هاتي مهوى فؤاده قلبه سوحة وجعلها هي مدينة أمبايا هيدوا مدينة آد وجعلها ومضمع نفسه نفسه سوحة يكف كريسة ضمع يسا مدينة أمبايا هيدوا فكان وحوها هي أمها مدينة من أقصده من حين بأقصد يال لآخرة إلى آخرة لقاب وقت بو تغيى دان وقت كانو تغيى مدينو تغيى مركز محو مركو آذي اللي يلقائن لكل مو صحابة الرسول الله صلى الله عليه وسلم صحابة النبي إنو لكل مو وليأخذ إنو قاتو عنهم حقو ذا كتاب يعني إنو كقاتو علمك إنو كقاتو وليأخذ عنهم إنو علمك كقاتو كما كان الصحابة أصحابة مسيدي وهاين الكرام والوناسنا يؤمون منك وأقصد أيقنا الكوفة كوفة بأسوا قصدين
مقالة أقول دشوا عراق با مركا يعني دتك أصحابته مركا بدن كودي سو آدي جرينو لنا عنا يا مركا يعني حب وسعودي وإنا عنا لا سعودي معي مركا أصحابته يعني كوفة وسو قزديان ليتخذوها إن كي يشان منطلقا للجهاد في سبيل الله يعني صلّي اللوغة دولة جهاد اللوغة بحاجة إن كي يشانه ده مركا يعني فرصة للدق علمي هل كان منطقة للدق علمي هل كان بصرة كوفة للدولة يواي وإسلام كقاعدة هو هيد واي قاعدة عسكرية أو أمس دارا محيبة أسو قورة يعني أسو قصد يعني دارا إني كدكتان لإقامتهم أصحاب تقارن وحيبة دوني يعني إني يعني عراق دقامبو فأطيحة وحالو سور تقليي وشعب واي نكي شعب اللي أورنجري هاي فأطيحة له شعب وحا أسور تقشو لوفد دي أن يلقائنوا لكرمو نحو وحلم إذا يعني قدرا من 500 من صحابة الكرام شنب قل السحابي إنه لكل ما أثر تكشف وأن يروي إنه كوري عن عدد كبير عدد وين فرب ذنه من جلتهم أصحاب ترقوا ذو وين إنه علم ذا كقاطة أثر تكشف رقى وين يا كم ذا من أمثال علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وزيد بن ثابت وعبادة بن صامت وابي موسى الاشعري ابو موسى الاشعري وابي سعيد الخدري والنعمان بن بشير وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعدي بن حاتم وابي هريره وعائشه ام المؤمنين اي وغيرهم وغيرهم من شب اي يعني اصحابها اجلذا يكون لمدا اي تلميذ النقد العلم كقاتلين كشعب لنا وقد كان شعبي وحوها فتن بوها نندا ليرا متوقد الذكاء يعني فهم ذي سنة الزائد وطهيوان يقذ الفؤاد قلبي سنة براروكسن يهيو وحسوج وانين فهم بغن وحو مغلقون يهيوان براروكسن مرهف الذهن ذهني سنة دقيق يهيو وحير حتى كمد سياوان دقيق الفهم فهمي سنة دقيق يا غنين حاذقه آد فهم بدل آية تنبؤها معجزة في قوة الحافظة والذاكرة حفظ يا ذاكرة ملك الله شيء آية بوها بشعبي على الله يامي بوها آية بوها آية آية فقد روي عنه حلق وري أنه قال إنه يري ما كتبت ما نقر سوداء خط ما نقر في بيضاء ورقتك ما نقر قد ولقي ولقي قال هي ورقت اسمها سارين بوي اما قال يعني تواد هي ولقي اسمها سارين لوح بولي هي اما شيء وحلو دغوا وقتي هو يعني خد على الاستعمال جري خد يعني تواد كجر تواد ما انا اس سارين بولي حكمان نقرن ولا حدثني رجل يمشيكين بحديث إلا حفيته وان قمنا يابو انت وضع سوه شيئا يوم من حديثك كقمنا يا قرال بأم بهني ولا سمعت مانا مغلن بن من امرئ قف كلاما هذا الولي كمانا مغلن ثم أحببت أن جعل هذا أن يعيده علي إنه يوعلي مربع هذا المرء إيشيه ولي يوعلي مانا دهن بن من أنا جعلانه ومان دهن بن مرياك وعلي القبسي عجلت عمل بوها بس وعيسى الله شيخه ودوب ياهم خلاص ما انا كفكنش وقد كان الفتاة وحوها ويلكا دلن يرضا مولعا هدنا مد لقم من منيسيه ولا جعليسيه بالعلم علمه مشغوفا بوها مد آد لو جعليسيه بالمعرفة اقوانته معرفة انه دين تفهمه ايو آد وجعلاه يبدلوا ديبا يا في سبيلهما اي سبيل العلم والمعرفة علمه يا معرفة وضضوضا أن نفس يوان نفيسة وكب حنا يا نفتي سيا وحلا وح قال وهل كروا سيد العلم ذكوا جاري لا يا معرفك يا الله بكب حنا يا ويستسهل وحسه لنا يا من أجلهما أي من أجل العلم والمعرفة علم يا معرفة السورة بدأ وحكسه لنا يا يعني المصاعب وح أذا قدم وح يعني مرها دو يعني الدين برنا يا من دينك ماشوا كه ليه وحلا وح نبوا سو جاري قدم دن كما قال يوات كيسنا يا أوقات كيسنا يا، مركا قفكو هدونا يعني وحيالها دبكو مشقوين كوردن أوسا سهلين، وح ودونا يا مجار، شاعرك وحيري، عيا لا أستسهل الناس صعب أو أدرك المنا
فمن قادت الأيام يعني آماله إلا لصابرهم لأستسهل الناس صعبة نبكى يدباتوينك أيام سهلنا يا وحبك السوق قادم ما يوحى الله وحيد يبوى الله كل ما يلي أو أدرك المنا إلى أن أدرك المنا يعني يدديل إذا يدمت أن دوني إلى أن كجار ما هي فقط يعني وهي فما قادت الأمال إلا لصابرهم يديلوين كما بقوه قان سمان إلا لصابر إنك صبر مويان قصك مدحن مدى دون يسمار إنت معارم نما يدب مريان يجف هذين يان إنت المدح نغوت مو إنت هدب مريان عليها ما إنت أصوصر إنو دورك قجري وإنت أصوصر إنو وريقي ومالك الصوء خطر وقلي وألك أمري مركب دم ونكو حلقي أبا إن لي هذا بعد يعني 10 سنين أما بعد 20 سنة أما بعد 30 سنة يونيك مدح نغوت بالليل إنت أمركو أندب تبي عام لنا سامر مركتي الدنيا هذا أنت صادبة أمرتي درجة يعني آخر ما هذا ملنا سام ويحكوس وجاري يردن وين هذا حبك سو قادم آية حره يعني حره هور تلاميذ هور مركي وحقرسنا يوم بيتنا سو قادم جري حرين جرا يعني قاجل إيو رفات كإيو غربة إيو يعني ليدة الوليدة يوم لها تكفر ده إيو وحاسو دم حر وين هذا أكيسات حبك سو قادم هدو هذا حوات كيس أن هذا مهلس يعني علمه يعني وانا جيسي مجاري كرتدوا واحد وين المركز ركوس برضه مركز شعب نينك اللي يراه وحوسكسه هلنجر مصاعبته واحد يبقى قردن في سبيل المعرفة يعني والعلم واي علم هي معرفة جاري دانقول واحد كستور دبا يوم شغل كستور وكم بار يا دبر كسرنا إذا كان يقول وحوها مدي يراه لو أن الرجل أن سافر هذا سفر من أقصى الشام شام ماش أقدم بيت هذا كسفر يعني وطلق سيريا مثلا كسو قادة دو كسو سفرو أما لبنان وكالي يهالك هادو كسو سفرو إلى أقصى اليمن يمن ماشا أوش شيء سأوتاقو وفحفيدة أصوحب دي كلمة واحدة هل كلمة كلمة عسو تنفعه أنفعه فيما يستقبل من عمره يعني وقت قصوص عدو عمره يسا كلمة أنفعه سوكو انتفاعي هادو صبرته لرأيت أنه عن رأيين يابري أن سفره لم يدعنك سفر كيسون سفر الله يعمي ما هو حالي هل كلمه حكمه صاهلي وقال يا هايو صاهلي وكو انتفاعي آخر ذي سأنفعي مركب كستينا الدنيا يعني حاربين دينته ومرته وحكى السادوات كيستان الدنيا وقد بلغ وقاري من علمه علم جيسي يعني انك شعب الليلة أنه كان يقول أنه أتو كان وقع يقول من يلاد أقل شيء تعلمته هو شعر أقل شيء شيء متك أغير شيء قاسه تعلمته أنبرت أشعر شعر كوي وح أنبرت ورت شعر كأغير علم جانو أنا قان أنت فني مركي الغيب شعر بأغير وح أنبرت ولو شئت هدان دونه أن يعني لا أنشدنكم آية لو أنشدكم واندين إن شهادة يأمنوا شعر كشهرا بالبان وضا يابو لي دون أن أعيد شيئا مما أنشدته واي هدي أمدون شعر وحن برت شعر كأوية راي هل بالأو كاملة أيام وضي كرابو رهبين يمالي مندريرين يا شعر كيو كوي هرأي أنسو أغريين أنا ديبو قلنا قنيني بولي آي وأنا علم ذا أمبرت كيوية راوي علم تكلم حاضو ملاي نزاوك وكان ذو حياتي تعقد مدي يعني لو يعني لوحده أو له أصل حلقة حلقة في جامع الكوفة مقالة الكوفة وكل شيء وكل بربارة وجو بجري يعني حلقة دوين بكلها مثالك جامع الكوفة فيلتف الناس ضدك با يعني حلقين يحوله قارك زمرا زمرا جماعة جماعة يقوى حلقة بعد حلقة حلقة بعد حلقة إلا أي حلقة وين كبرتوا والحال أصحاب الرسول الله صلى الله عليه وسلم أحياء إليهن مركا يعني شعبي حرت اللون نقول يسلا علم الله قالنا إيو أصحاب الرسول الله نوانوليهن وجوغان يقو يروحون ويقدون بين أظهر الناس وحيث يعني صبح يعني كالله يان قلبت نصوح الرابي يانو يسيس عري نصوص عني ينطبك دحد الله مركا أيها صحابة الرسول الله أي جوغان يوم مفتن نقضي إنك علي شعبي وضبك دينتك قالنا وصا علم الله قالنا إيوه بل إن عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه سمعه ومغليدات مرة إنك عبد الله بن عمر لو جنر علمك بدنائي آد عبادة وقلت ذلك المجتهد كها
ayaa wuxuu maqlay dhaata arci ilayhi samcahu cabdullaahi ibnu cumara marka aad buu u dhegaystay hadalkiisii baa soo jiitayo markaasuu dhegaystay waqaala wuxuu yidhi cabdullaahi ibnu cumar laqad shahidtu waan joogay goobjoog baan ahaa buu yidhi bacda maa yaqusuhu yacni qadawaadkan uu ka sheekaynaya waxaanyani isoo gaartay buu asaguu leeyahay nabigu inuu duulaanka hebela galay inuu halkaa waxaas kala kulmay asagu saasuu leeyahay soo maaha ma uusan joogin soo maaha anigu goobjoog baan ahaa buu leeyahay bacda maa yaqusuhu yacni jihaadkan uu ka sheekaynaya qadawaadkan uu ka sheekaynaya qaar ka mid oo badan baan anigu goobjoog ka ahaa bicaynay labadeedii indhood baan ku arkay waxyaalahaas hadda uu sheegayo dhan anigu waama joogay markay dhacayeen buu leeyahay ayahay wa samictuhu biudunaya labadeeda dhagoodna waan ku dhagaysanaya wa maca dalika fahuwa arwaa lahu mini asagaa iga warin og wey siduu asaga u warinaya hadda u sharxayaanu maba uu sharci kanu leeyay cabdullahi ibnu cumar ay wa shawaahidu sacati cilmi lshacbiyi ninka shacbi la yidhahda cilmigiisa waasacnimadiisa waxyaalaha adilada ee kutusinayo iyo waxuduuri dihnihi dihnigiisu siduu yacni u xaadirsanaa yacni khasiiratun wafiiratun shawaahidda kutusinaysa cilmigiisa waasacnimadiisa iyo fahmigiisa waa wax fara badan buu leeyahay oo aan la koobi karin min daalika waxaa ka mida maa rawaahu wuxuu wariyey can nafsihi asagaa ayaa yacni laga maqlay oo sheegay qaala wuxuu yidhi ataanii waxay ii yimid rajulaani laba nin yatafaakharaani oo faantamayo laba nin oo faantamayo maa isoo galay isu faanayo anagaa kaa fiican iyo anagaa kaa fiican axaduhumaa midkood min bani caamir midkood waa reer bani caamir waalaakharu midka kalena min bani asadin waay waqad labada nin markay faantameen waqad qalaba alcaamiriyu ninkii caamiriye caamiri baa wuxuu ka qaalib noqday saaxibahu saaxiibkii buu ka qaalib noqday oo wacalaa calayhi wey doodii yacni iyo yacni faankii buu kaga kormaray waay wa akhadahu wuu qabtay min sawbihi markaasuu maradiisa go-ibu oo garbaha saarnaa buu saa luqunta oga soo qabtay wa jacala wuxuu gudagelayay juruu inuu soo jiidayo naxwii aniga xaggayga jaran jiiditaan xaggayga usoo jiidaya wal asadiyuna ninkii ree asadina makhduulun yacni nin duloobay oo laga qaalib noqday buu noqday amaamahu ninkii hortiisa yaquulu lahu wuxuu leeyahy dacnii dacnii waridaniho iska kaydaa buu leeyahay kanna wuxuu leeyay wuu soo jiidayaa walcaamiriyu kii caamiriga yaquulu lahu wuxuu leeyahay wallaahi laa adacuka ku dayn maayo xataa yaxkuma shacbiyo lii calayka ilaa uu shacbi waa sheekhi la yaqaanaya kaa xukumo inaan kaa qaalib noqday oo xujadi anigu aan kaa helay waxba asheegi weydo aniga adiga ina isku fadli ahayn oo aniga ree hebel haddaana adinka fadli badan nahay ilaa uu xukumo ma ku daynayo faltafatu ila alcaamiriyi ninkii ree caamiriya ninka jiidaya baan saa u milicsado waqultu lahu waxaanu yidhi dac saaxibaka sii daa baan idhi ninka sii daa xataa axkuma baynakuma aan idinkala xukumay sii daa horta anaa idinkala xukumaye ninka sii daa uma nadartu waan fiiriyey ila alasadiy ninkii ree asadi ee xujadii laga helay ee laga doodbadiyey ayaan fiiriyey waqultu waxaanu idhi maa lii araaka tatakhaadalu lahu maxaa dhacay waan ku arkayaa niyow inaad laciibtay oo adigu xujadii aad ka laciibtay oo ninkaad ka difaaci weyday maxaad la dullaysan tahay walaqad kaanad lakum waxaaba idiin sugnaatay mafaakhirun yacni ammaanyo iyo faanyaalaa idiin sugnaaday sittun oo lix ah lam takun liaxadin oo min alcarabi ree asad haddaa tihiin lix arrimood oo qabiil kaloo caraba aan laga helaynin baadba leedihiine maxaad la dullowdo kugu dhacay maxaad la dullowday awaluhaa lixdaa midda u horayso annahu shaaniya kaanad minkum waxaa idinka mid a imra'atun haweenay baa idinka dhalatay ree asadi haddaatiin ree bani asad haddaatiin gabar baa idinka dhalatay khadabahaa uu doonay sayidulkhalqi muxamed bin cabdillaahi sala allahu calayhi wasalam gabar nebi maxamed doonay baa idinka mid a oo fazawajahu llahu ilaahay uu guuriyey iyahaa gabadhii min fawqi sabci samaawaat yacni toddobada sama ka kor baa looga soo guuriyey nebiga wa kaana safiiru baynahumaa yacni ilaahay iyo nebiga yani ninkii uu gaarsiinayo oo yacni u kala wadayna jibriil buu ahaa calayhi salaam innahaa iyadu umulmu'miniina weeye zaynaba bintu jaxshi zaynaba bintu jaxshi
في بني أسد به كما داس أيدين كدراسي كما دا أيدا كما دا هكلو دن أولياء دولا غورنا يا أبوه دي أدير كودي ولا الكودي وحاسة غورن جري كما دا غورن جري ولقة كما دا إلهي بغوري من فوق سبع سماوات بلقة غوريو نكاح إذا وأنك كيني أو يعني وروها جبريل بوها جبريل بوحي كيني عيدو فلما قضى زيد منها وضرا زوجناكها بإلهي زيد با يعني يا قبل قبي سوماها زيد بن حارثة قبي مركو فري يعني وكي يعني سفراء مرك النبي وهو إمامين عليه الصلاة والسلام وكو نبي زيد كلها إسكاهيسة قبرنا ومع ذلك نبي عدوني يا دو زيد تقتل إنو فري قبر إنو أسوه قرصد الرئي زيد مركو قبرد فري وعدد هذه قوضي إلهي وحليها وانكو قورني قبرنا وانكو قورني marka nikaah kala wal looma baahna dawajna ka haba ilaahi anaga ku guurnay balin gasho guriga marka wali ma guurinin eel kale ma guurinin gabadhaas marka gabadhaas aba adinkay idin ka dhalatay horta waa mid waa manqabo arab kale aan laga helaynin qisladaas inaad ku faanto way kugu fiicnayd buulay qaymana ada sheegin waan fa kaanu hayaatay hadii ma asarato yaani amaantan ama yaani manqabadatan li qawmika qawmka adoon bay usunaatay ولم تكن أمين سكنها لأحد من العربي غيرك يا غيرك منك غير كيرو والثانية مد اللباد أنه شأن يكان منك وحيد كمد الرجل نين ومن أهل الجنة كمد نين أهل الجنة إذا كمد يمشي سعون أيوه على الأرض أرض كركيد هو عكاشة بن محسن وي عكاشة بن محسن نينك لورنجري نينك هوي والنبي مركو كشك عليه الصلاة والسلام ذاتك يعني الجنة قل بغير حساب يعني ولا عذاب يعني عكاشة كعي وهو رسولك إله إلهي يبرينه إلهي قمت قدر مركز النبي وأنت منه ننك لا إستاقه وحراني قال إلهي يدعي سبقك بكاء بها عكاشة النبي كويرا عليه الصلاة والسلام عكاشة كعور مره مركز نين جنة أرنو كورك إذا كسعون إهل الجنة ولا يذكوا جنة بلا حساب ولا عذاب قال يا تكمتاي ننك أنا أذن كويدن كمت يا عكاشة بن محسن واي أريب بن أسد وي وكان ذو حياتي هذه مدن لكم أذنك يا بني أسد ولم تكن لسواكم من الناس واحد انك اذن كسو هري او ددها ومن قبلها لمجره وثالثا مدى صدحات ان اول اللواء علن اما بنديرات مدى اقوه الرئيسو عقودة في الاسلام اسلام كالتاقي علن اقوه الرئيس اسلام كالتاقي كان للرجل بأسقنا ومنكو اذنك اذن كملا هو عبد الله بن جحش وينك الورنج روي وصريات اقوه الرئيس النبي بمركو يعني هجروا ده مكا كيجو مديره وبحيه مدي أقوه الرئيس أو بحية سريد أقوه الرئيس أو دري عبد الله بن جحش نكال إله قامين أيوه أكا مركا علم كي أقوه الرئيس إسلام كلا تاقي نين أذنك إذن كبدا علم كاوتيوي وعبد الله بن جحشوي والرابعة مدى أفراد أن أول مغنم غنيما مدي أقوه الرئيس قسيما في الإسلام إسلام كلا قيبيانا كان مغنمه غنيما دي أقوه الرئيس إسلام كو غيستدنا مدى عبد الله بن جحشي أثمر كلا دري غنيما دي أكان أيوه أنا منك سفر كاي انتهي الدلان حولا كسو غالين جنوان ونبي مركه وركحه ماذي لكن وحي ما كسو دليل مركيو مركه غنيمة أبو كوباد الإسلام كلا قيبينا ننك هذين كيدين كده شيء باكيني عبد الله بن جحشي والخامسة مدى سنة أن أول من بايع بيعة الرضوان بيعة فضل قبضنا إذا بيعة الرضوان ليرادو بيعة الرضوان كان منكم نين أذين كيدين كم لها بلا بيت أصلا بيعة الرضوان لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت شجرة مركو إلهي ليا بيعة بيعة الرضوان بقى الأورنجري بيعة الرضوان أي الرجل مركا بيعة يعني نين أذين كيدين كم لها بلا بيت فقد جاء صاحبكم نين كيدين كصاحب كينا إذن كبس ريبنا سنداتين أبو سنان بن وهب الأورنجري أبو سنان بن وهب يا إله رسول الله أجيب صلى الله عليه وسلم قويم وقال وحكير يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبسط يدك أبايعك رسولك الله وقعانك إيدي بان كلهم مبايعون يا أيضا النبي ذاك هذا المبايعونك أونهن يقول النبي أجيب رسولك الله وقعانك وان كلهم مبايعون يا بل ما قلق لك قال صلى الله عليه وسلم وحكير على ماذا محادي كلهم مبايعون يا قال وحكير أبو سنان على ما في نفسك النفط هذا واحد كجراك وقول ما بايعوني قال عليه الصلاة والسلام نبي وحجري وما في نفسي ونفط هذا محا كجره قال وحجري فتح أو شهادة فتح هذه الله تقال لما إن مقالة إلا فرطة أو شهادة إلا شهيدة دي الله دي انت الله بضعه وحال واحد كده حيا مجر
قال وحي النبي نعم لبداسا قلبي كجرت مركا فبايعه ولا مبايعه النبي عليه الصلاه والسلام. فجعل الناس ذلك وهي غدغلين يبايعون على بيعه ابي سنان. ابي سنان بيعيس امدتك كلهم بايعون يارو يعني اما شهاده واما يعني واما النص ان يعني جوش اللي هلو قال لا قبصده هي ان شهاده بنت واحد دخيه ما جرو يان بلن كو غلغل يا بني كتب لي النبي عليه الصلاه والسلام. كانت هي سنات بهي وسادسة مد اللحاد أن قومك قومك على بني أسدنا كانوا حي أهين سبع المهاجرين مهاجرين تسبع عليها هين يوم بدر ما علنك بدر دولان كي بدر لقلي أصحابته حي أهين صدح بقول توني صدح بها هين بالي لا سمع بدر دقال كذا صدح بقول توني كصدح تتكا عيدا كمالك بدر قال المسلمين تاها تضوم مالود مركي اللورد يقول ماشى تضوم بني أسد هين ماشى تضباط ايجا هايما رقو ايجا هايما مركز صبع المهاجرين يعني واد من قبوين نمانكي يعني حلها يعني مرحبا ها صبع المهاجرين ده نمانكي مهاجرين تهاي سوهي جلو ده اصحابت الله بقى يبوت بايا هاي اصحابت الله بقى يبوت ايجا هاي مهاجرين يانصار بالورنج لسوما دقال كبادر مركي لقلي أصحاب طلبة قيبوت بيسكو جرين أنصار بافرب بذنيت مهاجرين ويكم دهين لكن كوي مهاجرين تأمرك يدين على الله سعره تضبط ما يرد مرك الله دقا ماشا تضبط ريبن يسد بيهين لأنه يقول هين مدينة أدمين أهين عربت كلا أهين سوه جرين يبا أهين صماء مهاجرين تكم أهين مرك صبع المهاجرين بقى أهين مهاجرين تأمرك تضبط ما يرد الله دقا ماشا تضبط ما يهين ريبن يسد يوم بدر بدر مالين كيديو من قبض أنا ومن قبض كلو ريبن يسد إليهين ومن قبض اللي حاله فبهت العامري نينك راع عامري نينك هذا جيدة يوفان يكقال المغذي ووريري أو وسكته وأمس شب أي باك صهارته لح من قوى وسك الجواب كريم أيام ماشي لا شيء غير مرك هذا شب مسكين لسوما نينك كلا هذا يعني لقى يعني أي مسكين كهاي مرك ولا لقى قال المغذي نحوق عن نصر مهلا ماذا حصير قال سوما تسكت جبور شعبنا وسكت جمرك وسكت جمرك أي الله أن أيوه سكمي ذا سمن هم بيت تجار كانوا مركرو فان ينكر نهجات أمم ملا حكر سوق على سنة واقصوما واتي مرك ولا ريب شك كم جرب وشيء قل يا في أن شعبية أراد وحولد أرنت عصر نمك ريب من أسد من قبوي إنك أمرك كوش هذي أن ينصر إنه أجر جارو دون يا ضعيف إنك ضعيف كا المغلوب اللي قال ابن غضي على القوي إنه أجر يعني إنه أجر جرجار الغالب إنك الغالب نغضي إنه أجر جار ولو كان العامري ننك الريع عامري هو المخذول ننك لقى غالب نقضي هدون نقضنا لذكر له وحيوشيه لها من معاثر قومي قوم كيسف الله إيش هذا ما لم يعني ما لم يخذ به خبرة وحيونا ولقي مقال بوشيه لها كلام هدون ما أنت ننك الريع بني أسديها ننك غالب نقضي يعني ننك الجيزة ينك الريع عامري ونقضنا من قبل انت عليك ونبوك أنه وشيه لها وكفو جل الله سنوه مركان ننك هدي إلهي ننك أقوني علمي أوسي هذا يعني نينك استوى لقى جردري يروح وبو جرجاري لهذا إلهي سيزوم هذا وهايا أكمل وقد كان العام ولو كان يعني أساسه ولما آلت الخلافة خلافة مركي أول يكتبوري إلى عبد الملك بن مروان عبد الملك بن مروان مركو خلافة قبل كتب إلى الحجاج بأقره عامله عامل كيسا على العراق وعبد الملك بن مروان مركو يعني مدح لها وقليبكم مسلمين تها عراق قرني وعني واحد قدومي كاها دوكا سعودي بي حجاج بن يوسف حجاج بن يوسف أسوي موتى ولقي أمير من نقلنا يعني بيس نمدا أما قم قم أطار نمدا هو يروح ودك كل لين يوم عرف كل شمس سنة يلوي قارني فك عبد الملك أبو وها نكاس لاقم مرك عراق بودي بي وما ذا حوقة دقة مرك أسو عبد الملك ورقد بو قريه يعني وح أقري حجاج بن يوسف محو أبو قري أنا أبعث إلي الرجل نين إي صادر يصلح للدين والدنيا الدنيا إي الدين تبه قاجين أي أتخذوا أنك أغي إلى سميرا إي وجليسا نين آه يعني الدين تنآذوا أقوان أقوله يعني الدنيا ما ملك هذا نكسر أيو نينك أسو أنك أغدق وزير كأغدق أم الله طليع أنك أغدق وصيح أكا الميساته إي صادر مركا راع عراق نحق قالوا نينك أغفي عن صادر فبعث إليه بالشعبي شعبي بصادر مرك شعبي بعراق صادر حجاجه وصادر عبد الملك وصادر أجل.
ومركا يعني وكا شام حقها يعني دمشق حقها جروه. فجعله وحوقيه وحوكيه من خاصته بوكيه ننكا الله تشوير هذا كده مركا. وأخذ وحو يعني قدقلي يفزع إلى علمه علمي جيسا يعني إنه أسو أرقاقحيه في المعضلات مر الله مركي واح أذك كي ما دامه مسألة أذك واح أذك مركي كهري ما دامه شعبي بويريا ويعول على رأيه وعسكنيا يعني في الملمات حاجوين كواوين مركي يعني واقعوين كدعانا رأيه يسوع عسكنيا ويبعثه ودريا ودريا عبد الملك نفسي سوى يعني ونجي بغرك مسلمين تها ايام مركة عسكنة يو يعني رأيي يسوى مرأة على مركة وعلوس بما دامه ويا ريا عبد الملك ويا ريا ننكي وصود يعني لقصود العراق ويا شعبي وانا علم بضنبها صوما ويا رولي ويبعثه ودريا سفيرا بينه وبين الملوك هدو دون بقرها كلاينو لحيني ودون قريبكم مسلمين تها عبد الملك وحدريا شعبي بودريا أرسله أدري مرة في مهمة بو أدري أرين مهمة آه إلى جستنيان جستنيان نينك إلى ملك الروم نينك الروم مركا حكومة جستنيان لأورنجري أيو مركا أدري عبد الملك بادري يا شعبي بودري فلما وفد عليه مركو أتغي نينك جستيانها مركو أتغي ووستمع إليه أدري استي شعب ما ينكي بال يلفر يستيو ونكي وفد جاي الله صادر ده خليفة مسلمين تصادر نكي بلفر يستيو مركها سيو ده هذلين أخذ وعلى قبتي بذكائه نك كان يعن ليابي يعني فهمدي يعقل يسوم ليابي وملك الروم بليابي ودهيش وال وريري ومن دهائه نك عقل يسوى وعجيب والياب قلي بس يعني بسعة اطلاعه أقنتي سواء يعني ماذا هي وقوة عارضتي يعني عارضتي سي مدركتي تقوى هذا هو لك فهم أولياء يسدوا وحوها ليلي فاستبقاه عنده أكتي سؤدا يحوغا يعني و يعني ودبدقي أياما مالما كثيرة فربضا على غير عادته مع السفراء سفراء أول مركي اللي درينك سفيرك مالما بعد يوتبو يعني وصورنا قنجري إنه فالصحابة وادي ذا جوك أمبولي وعلنيا وعلني فلما ألح عليه مركو كعل علي شعبي وإن هذا فصح هذا بوري فصح دي مركا يعني وإن الله بتانوي آية وحبذا مركو كعل علي بأي أذن له إنه غويد ما بالعودة إنه نقض إله دمسقة سأله ملك يعني سأله وسو الملك ملكي الرومي فقر كرير رومبا وحوه يدي أمن أهل بيت الملك أنت أذى يعني نك أذى إن هذا وقصادر إنك بقر كمسلمين تا هذا ما واحد كمته إنك بقر كمسلمين تا إيه الكيسميات كمته بق يعني إنك ملحوينها إيه الكيسميات كمته أي قرابة دي فقال وحي لا ما وإنما أنا أنو خرجل النبأ هاي ومن جملة المسلمين كملا نن المسلمين تكمل أنا مركز يعني أرنت أصحابك قادنا يا فلما أذن له بالرحيل مركو ويدمي وهي واضح يساوي المركب قال إن منتهى يسكبح نقع قال له حويري مركو بحي مركو حويري إذا رجعت هذه الله إلى صاحبك يعني عبد الملك بن مروان بوجيدا وهو أبلغته وآد قارسيس جميعا ما يريد معرفته وهي وقوصه ودرعي أنه كاورس ودوني يوطن مركض وقورنت فادفع إليه هذه الرقعة ورغدا نديبون ورغد بوين توقع روحين ورغدا نديب فلما عاد شعبي مركو صلى الله عليه الى دمشق مركو صلى الله بادر ودقدق الى لقاء عبد الملك مركبه يعني سوم نحونا ولا كل من هاو ودقدق وافضى اليه وغارسيه بكل ما راه وصارك وسمعه وصمغ واجابه وجوابه عن جميع ما ساله عنه وحل له عبد الملك ويديه او اخبارت ريرهم كسافسن ودنا وجوابه ولما نهال مركو كعيو اللي ينصرف إنه اسكتغو شعبي قال وحوير يا أمير المؤمنين إن ملك الرومي حملني لك هذه الرقعة ورقدن يوسو كاديبي يوسو كاديبي ورقدن ودفعها إليه ورقدن أديبي وانصرف شعبي واسكتغي فلما قرأها عبد الملك ورقدن مركو أغريه
قال لغلمان أدومه سبوحه ردوه علي يسوع علي شعب يسوع علي ويرى فردوه ويسوع علي ولو يرى. فقال عبد الملك بوحه لشعبي أعلمتم أكتهي ما في هذه الرقعة ورقد وحكو قور مكورن دا ما أخر سي ورقد أو أما مركي القرى يوم اللجوة وحكو قور مكورن دا. فقال وحر لا يا أمير المؤمنين كما ورم ورقد بون يسوع قرير ورقد أودي بق يعني أودي بخليفة أودي بيره كما ورم وحلا وحقر. فقال عبد الملك وحير لقد كتب إلي وحي يسوع قرى ملك الرومي روم يعني بقر كذا وحي يسوع قرى هي يقول حال أليه عجبت وحلا يا أبي بوري للعرب عربا لا يا أبي كيف ملكت سي ملح وقدرت عليها دشر ملح وقدرت رجلا نين وغير هذا الفتاة تصور قد يوسف قريب أنا عربا لا يابي ياي ورويل كنن أنا هاي سيابي مدح وقدك تاني أيوه ويل كانوا رح جوه ما هي نكانوا قد يجوا هاي وين تصور يوسف قريب. فبادره الشعبي شعبي بهذا الكلد الدقي قائلا حاله لا ياي إنما قال هذا الكاسوي بقر كي يعني غير روم لأنه أسوأ لم يرك أدادي وكم سنارك وأجرتي سو أنا أنكلي هو يأركي حدو أنا وكم أركي لا ألف فريسان له هذا الكاموس بهين وين مرحبا وهذا بقر كيرهم يعني وحو يعني شعب بونين عرب وروقي من كده جيو بقر كمسلمين تعبد ملجنا يعني يعني وحو كده لنا وحضاه يسمى مركا وحو إلى هذا الكوي إلى أسوأ قري لأنه لم يرك هذا ليه وسكو أركي وقرتي وين كم سنارك ولو رأك أدوك أركي لا يا أمير المؤمنين لما قالوا هذا الكاموس بهوا أيه أنا أم بس أركي أدو هذا الله فريسان له وهذه فصاحة هذه علم جاكي أقنت هذا وأركي لها موسى دهين هذا الكاس. فقال عبد الملك وحير أفتدري مقرن إيسا اسكبع فحاسو أفتدري مقرن إيسا لما كتب إلي ملك الرومي بهذا وهو واحد يوسى وقري مقرن إيسا. فقال الشعبي وحير الله يا أمير المؤمنين مقرن يوحو قجين هذا الكاس. فقال عبد الملك وحير إنما كتب إلي ويسى وقري بذلك أرنتاس لأنه أسوي حسدني وو حسدي عليك أذيب ويوكا حسدي أذيب أيوكا حسدي وحولي بقر كمسلمين تا نين كانوا كلا يعني لتليه سنسوه هيستا أنو مركك حسدي يايو أنو إيكا غوري لاي ويوكا حسدي فأراد وحودوني أن يغريني إنو يببوري بقتلك أذيب دلك إيو التخلص منك يعني إنا أذيب يعني أنا كافر حشوه أن كات خلص هم كدلوا معايلي وحسوي الموتى ننكر أمباكوها بوننا ننكر هاي بعربي مدح كدقة تمركو صوقريو ننكر بقر كوحباه قليو ننكر صوقي مبضان إيه سيدا للي مدحني مدح أقوه داتكو هادو كاجيزان دوناي ننكر هادا إصدافي إن عنده ويمدلو ربا ويوكا حزيو مركا ويوكا بورينا يا ملنكا سونا عقلي سفيري سو عقلي عبد الملك marka inaan ku dilo ka taqalsu doonay wax kale igu soo qorin buu fa balaga dalika arintiba waxay gaartay malika rum hadalkii uu abdulmalik yiri ya boqorki reer rum lo geeyay fa qala wuxuu yiri lillahi abuhu lillahi ilahi bi usrna li abuhu ay daru abihi abihi yaani law yaani kelima yaani taajabu way abihi yaani ilahi bi usrna li law barbarkiisi wallahi ma aratu ghayra dalik wax kale oo lama jeedo inuu dilo baan rabay buu ay maxay linkaan من اللي هلك ما هو وحكى له لما جيد منه. ولقد بلغ الشعبي شعبي وحو قاري في العلم منزلة بوك قاري جعلت كي شيء رابعة ثلاثة صدح يعني ويكي أفريني في عصر الزمن فيه أفر نمبو يعني يكي أفرادها حق علم يا غنط. فقد كان الزهري إمام الزهري وحوها تابعي وينا يقول مدير هذا العلماء أربعة علماء وأفر سعيد بن مسيب في المدينة وعامر الشعبي في الكوفة وحسن البصري في البصرة ومكحول في الشام علماء وأفر تابو أفر تاني يعني ورجع قمت لديت اللي قدم بي عاملين تا وأفر تاسولي لكن الشعبي شعبي كان وحو هذا لتواضعه تواضعي سي يخجل مد يعني كي يحيح وكارك قحو إذا خلع عليه أحد هدو يعني إذا خلع أي لبص عليه هدو أحد أحد لقب العالم من هدو إلى هذا عالمك هدو إلى هذا وكي يعني رندا مجعلين يعني ونعجري فقد خاطبه أحد
أحدهم تذكر متكوت ما وحوك لخذ ضابي قائلا حاله ليه أجبني إيه جواب أيها الفقيه العالم نين كان عالمك أو فقيه أو إيه جواب مسألة ذات فقال وحو يري شعبي ويحكى ور الله كون حريسته لا تدردنا هنو أمان بما ليس فينا وح أنفيق أنك هين هنو أمان وهنو شيء الفقيه فقيه وحال إلى ذا من تورع عنك إسك إلى لي عن محارم الله والعالم عالمنا وحال إلى ذا من خشي الله أنك إلهي سدب وقبغ وأين نحن من ذلك أنا وحقين حد درجة أكو قرني فقيه يا عالم أنت يمكن نقنا وقد سأله آخر مثكلا ولقد سأله آخر مثكلا وحو يدي عن مسألة فأجابه جوابه محوير قال وحوير يعني شعبي قال فيها عمر بن الخطاب كذا مسألة من آدي ويدين سي عمر بن الخطاب ساسوير وقال فيها في المسألة علي بن أبي طالب كذا ساسوير فقال له سائل بوحوير هذا الكسو عليو وأنت ما لا تقول يا أبا عمر حديث عمر هدو مسألة سيد عيري سيد علينا وسيد عيري أدوكنا محاترين يقسو عليه جواب آيه فبت سما وام صاديا في استحياء انحشاط أسوأ كجرة وقال وحيري وما تصنع بقولي هذا الكلام حد كفليته بعد أن سمعت مقالة عمر وعلي سيد عمر يا سيد علي حكم كذا هذا كوشة يعني حكم كذا حد كفليته كذا لا والله حكم كذا قال يا كوفيلن وقد كان شعبي وحوها يتحلى متكسفه يعني بكريم الشمائل صفات كون وناكسن هي وجليل الخصائل خسوي خفيف عن من ذلك وحاكم ذا أنه وصو كان وحوها يكره مد نعب المراء ضوضة ضوضة هو نعبة ويتساون وزك إلى الانجريو من الخوض إنه نحقل فيما لا يعني وهم لا يعني قاوة فقد كلمه أحد أصحابي أصحابتي سنن كم ذا الله ضلي ذات يوم مال فقال وحو يري يا أبا عمر أبا عمر شعبي باكو يدي أبا عمر لذا فقال وحو لبيك وانكو أجيبي فقال وحيري ما تقول فيما يتكلم فيه الناس ما تقول محاد لدى أدوه فيما يتكلم فيه الناس ضدك وحي كهد ليان ومن أمر هذين الرجلين لوظن إن أمر كوضع واي لوظن إن أمر كوضع فقال الشعبي وحيري أي الرجلين تعني لوظن من بدو جيدة وعلى بدو فقال وحو الى عثمان يا علي عثمان يا علي ايدتكو كهد ليان كيبا يعني ادو محاض لها كيبا فضل بدن يساوي فقال شعبي وحو يري اني انو والله بانكو دارتي لفي غنى بان يعني كسو غنهي وان كدق توما ويوسككاف توما عن ان اجيه انان اماذا يوم القيامة خصيما انو لدو اذيو لعثمان بن عفان أو لعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما لو أن المتكم إذا إن قيامها للضوضة أنا هو أنك دقته ما بلتاس ما قيل لك ربوت ما قيل لك آية حيال المتكم بأساس عدان ده ومدى وعسية متكم قال هذا وقسيم قلنا يا قيامها إلى الدوضة زمان أقل ولقد جمع شعبي شعبي وكل مي إلى العلم علمك الحلم دلغات بقدر صدق علمي أقوانت أسفر ببضان وحقدر صدق دلغات فقد روي وحال وري أن الرجل أن شتمه إنه عاي أقبح الشتم عاي مد أوحن نبى أن تؤيي مد أنك أرتو عالمك أيو عاي وعيل كرستاج وأسمعه وهم قشية عيديه وأيو عاي وهم قشية أقد يعني أقد على الكلام هذا المدك أوحن بمقشيون ساساتي كلمة كهم بقشي فلم يزيد كما زياد يعني كما زياد أن قال إنه أجري له أصدق شعبي إن كنت هداتا صادقا مدر شيئا فيما ترميني به واحد يقول نيسو ويقول شيئا قفر الله لي الله إيدا مداف واحد شيئا هداتا رمتا وصفاتك عنونا أن لها الله إيدا مداف وإن كنت كاذبا هدات بين شيئا قفر الله لك أذيك الله إيدا مداف بس انت بس وجوجي آه. ولم يكن شعبي موسى نهين على جلالة قدره قدر كيسا ومع جلالة قدره قدر كيسا وين كيسا لوقبه وجلالة فضله يأنف متك كبرو كسن تاقى أن يأخذ المعرفة معرفة إنه قاس سوى ساوق ومبدناء علمي بدناء ودرجة إلهي سيئ هذا مركز علمي وقالن جريوه كمون كبر جري
أو يتلقى إنه لكل ما الحكمة حكمة عن يعني عن أهوان الناس ذاتك مثل أبوه سي شأنا حق الدرجة أبوه سي علمك كقالنا يا حكمة. فلقد أبى وحكى علي شيء أعرابي نره بادئة يا يعني على حضور مجالسه كعادي يا شيوان يعني شعبي ما يعني مجالس تحلق ده شعبي وحكو أقرنا ينين عالمه ولا قدم بيو هاي وحمل كستبرك وحقرنا يوحسو أكفر إنسان يو نين عرابي وريبادي وعلى الله خنحنو باسو أكفر وإسك مسكين غير أنه لكن نكا ريباديها كان وحو هذا يلود مد مغنقل بالسمت آمس دائما ولي جيبه ولقيس مركز تو أركا حلقة وفديا هل مر أنا هذا الكم مغلاي ماشاء مصافر إذن بس حلقة كستو شعبي وحكو أخرنا ينا وفديا وأنا اسكشيب نكا كلمة كمغلبس آي قف يعني شيخ أنا الله اللي ماي نين كان الله اللي ماي واسكشيبون. فقال شعبي بقى له نينك اللي بعدها وحويري ألا تتكلم ما هذاش محاكو قدعي هذا الله مصنطي. فقال وحي ننكي عربي أسكت وان آموسيو فأسلم وان نبت قلي وأسمع وان دقيسنو فأعلم وحبان براني هذان آموسيو وان ديبان ياون أعنك آموسيو وأفكي دكتر وان ديبان ياون فأعلم مرك علمي وان براني يا معرفة ديوان. وإن حظ المرء قفك ديبتيسو من أذني دكتيسيها تيعود عليه بكت هذا وحي مقاشي نفع جيده وكوكوسه ونقول إيه خيره دكت هذا كل جيسة تنباتكو انتفاعي. أما حظه ديبتيسو من لساني عرفك وكل إيه فيعود على غيره عرفك واحد كشي جيسة تنباتك كلهم باكو انتفاعي وقاذنا يا موتى وطوان بعيسة لكن دكت هذا نفع جيده هذه أمبكوسه ونقول إياه مركوان آموسيا si aan dambi uga nabad galo dhagtaydana waan diibanayaa war ka waan markaasan aqoonti barnaya. Fadalla shacbiyu shacbi wuxuu ahaaday yuradidu mid ku celceliyo kelimata al-carabi mamtadad bihi al-hayaat noloshiisu intayd intuu hawligii kelimada shacbiga yacni ninka reebaadiyaha kelimadiisu muuse hilmaami jirin askutu fa aslamu wa asmacu fa aclamu wa ina xada almar'i min udunihi yacuudu calayh أما حده من لسانه فيعود على غيره ولي وكوع العلم جل شعبي كلمة حكمة أنك عربي وكقاتي ولقد أتي شعبي شعبي وحالسي من بلاغة الكلام كلامك فساحة يو حسن التصرف واي يعني فيه في الكلام هذا الك يعني وصيد دونه يعني ما لم يتوحى لسين إلا القلة النادرة ضد يرأو من الفصحاء كمدا يعني الأبنياء يكون وحد يفتح هذا الأول ده ديار أو ترك فتح هذا بدنا أيها الذي أقون تاسو من ذلك وحكم إذا أنه أسوه كلمه وحولها لأمير العراقين لو هذا العراق نينك الحكومة يواي كوفية بصرة عراقين لو رنجي لابد مقال لمركة أبو ويناواي أميرك يعني نينك قدوميها كاها عمر بن هبيرة الفرازية في جماعة جماعة أولا جوغي واي في جماعة بكلها هذا في جماعة بكلها اللي حبسهم أو حبس دبوا محابس كبو هي مركزهم ماشي ونشيبوا غير تذكبوا أبو يمدوا فقال وحو يرأي هذا أميره نين كان أميرك هو ملاحظه إن كنت هدات هاي حبسته من حباسي بالبادل هدات بادل كو حباسي وحق من منك هذا كحر فالحق يخرجهم لمنك حق صابحنا يه كسر ماشي حق صابحنا وإن كنت هداتي حبسته من حباسي بالحق هذا الحق حباسي ودم بي قال هذا حباسينا فالعفو يسعهم عفوا اواس عن قنا يسكعف من هاي فوعجب بقول هذا الكتاب يلي يابيو وأطلقهم كرامة له هل سيدا يبر كل هذا سيدا اسو كو كرامه هاكو. وعلى الرغم من كمال مروءة الشعبي يعني نكا شعب اللي يرادو مروء أذي سئي شرفتي سكامل لماذا هذا معه يو علو منزلته في الدين دين تحق هذا يعني درجة أكلها يو العلم فقد كان وحو هذا مع ذلك عذب الروح من نفتي سئي وناكسنته معانته وحلو يعني مفاكهة هذا الكيسن واد معايا لا يفوتمون ترسيلين النقطة إلى الله حد له فإذا هدو مال يوقفته موسى فكين جنوان لا يفوت النقطة فإذا ده موسى فكنجر وموسى الله يعيدنا إلى الله حد له
فقد دخل عليه وحوصه قال الرجل والحال هو سو جالس وفدي مع امرأتي سو حاد كيسي لفدي أي نقول جيسي دلق أبو فقال وحير أيكما أشعبي نسو على قرج سو قال شيخي شعبي ها وقرج سيد أفدي وحاد كيسي حق وكل فدي قرف فدي أي قرج دلق لما دون باب قرج فدي مركز سو مركز سو قال قرج هلا وحير لماذا ننكيما شعبي ها ننكي شعبي ها من دوني ياي بل تلعمني دفير مركا يا دماغي يقولي ناقم بفري ماشي هو أركاي أيكما أشعبي كلها لابد إنك يا ما شعبي فقال وحير هذه وأشار إلى امرأتي حاس كيسو أنتو إن شار وحير واطي شعبي ده ما جواب كله ولا ينقص طحق له جوابه ولا هي مجري هاي وسأله آخر متكل أيا ويدي ماذا كانت تسمى زوجة إبليس متكلا انتو يبين وحيري انك ابليس لورين جديد كبنا اسلام تيزا مقاعات ارطي ايش ابو لا انتو عررت كده لي مقاعات وابليس نال تيزا ايه قال شعبي بوي مدوي تذكر دي واحد نسكق السؤال قبل نسمى ذلك وقته ماذا كانت تسمى زوجة ابليس ابليس زوجتي تيزا مقاعات محالة دي جديد فقال شعبي وحيري ذلك عرس لم نشهده أنو أراسك إبليس ما جاوبينك إذا أنا أراسك جاوبي لها سلامت مقعدة ونقوشك لها لكن أنو ما جاوبينك ما شاء لكو أراسك وكو أراسك مرحبا وجواب قاموا ولقد قا يعني ولعل خير ما يصور خلال شعبي ما حكاه عن نفسي ولعل وحلق يا بابو خير ما يصور خلال شعبي نينك شعب اللي رادو صفات كيسوان وناكسن وحا اوكو قاري وحيالها اللغو مثالين كارو اللهم ملين كارو وحيال اتعيبو يرد يا خير ما يصور وحلغو صوري خلال شعبي صفات كاو وناكسن شعبي او قاري وحلغو صوري وحقو خير بابن ما حكاه عن نفسي نفسي سوحو كشاك اموال حيث عاي قال وحو يرد ما حللتو ما نفرن بوري حبوتي جرواحيتي ما نفرن إلى شيء أو مما ينظر إليه الناس وحيدتك في رنيان حبوضة يعني وحال إلى أن أم يعني هو سكنت قبل يسكده ما حللت ما نفرن وحبوتي آية كو أي ما قمت من مكاني ماشي أنتاجنا ماشي أنفدي أو غمكعن وجرواحيتي ما نفرن إلى شيء أو مما ينظر إليه الناس دك واحد فيرنا يا بعد دك واحد هلا دور هدي لي وين ماشي هذا ما كعبوا تعاي دك شيء يا ولا الله ربط ما نجرع عن غلام أدون أولي أنا يسنا قد ولا ما نجرع ولا وما مات مد من ذو قرابة قرابة من صاحبه أولي أنا يسنا عليه وعليه دين الدين يقول لي إلا قدمت عن وقت يقول جريم نين أنا قرابة إذا حضور دين أنا واحد لو دين ولا يقول لي أنا ما بعين جريم أنا ما بعين جريم وبعد انت بعد فقد عمره شعبي نينك شعبي له والعمر سي حتى نيف على 80 الى وسيدتن كي ودواده فلما لبى مركو اجيب نداء ربه ربي يريديسي او ونعيا يعني لو شيغ الى الحسن البصري خبره نعيب يعني وخبر غير يعني خبر غيرارن بلد اي ولو خبر غيراريو نينك هبلها با دنتي والنعية إلى الحسن البصري حسن البصري مركي جريدي سلوا شيء لو خبر جراري قال وحو يريد يرحمه الله الله أم حريسته فلقد كان وحو هذا واسع العلم من علمه واسع يهي عظيم الحلم دلقان في سنة وآد ويهي وإنه أسوء من الإسلام إسلامك بمكان ميل وين بو هيو إسلامك ميل وين بو كجو موت العالمي موت العالم بلي نن عالم دي مشدي سوى عالم كي أردن أردن تيوى عالم كي أردن هدو أردن تيوى يلم دي أنين عالم هدو ماشا كبحاوى هاي الوحو مده وهاي وحفظوا ما هو هاي